مرحبا أصدقائي، السلام عليكم. اليوم هي بداية سنة هجرية جديدة، كل عام وانتم بخير. فمنقول كم شغلة باللغة الإنجليزية. So today is the first of Muharram 1444. اليوم هو واحد من محرم، شهر محرم للسنة الهجرية 1444. ففي اللغة الإنجليزية محرم is the first month of the Islamic calendar. يعني شهر محرم هو أول شهر من التقويم الإسلامي أو السنة الهجرية. بس عندي سؤال لكم، What is the significance of محرم؟ شو هو المعنى أو المغزى من شهر محرم؟ And why is it called محرم؟ لماذا يسمى هذا الشهر بشهر محرم؟ And in English، في اللغة الإنجليزية، the word محرم literally means forbidden. يعني كلمة محرم المعنى الحرفي لها هو forbidden. بس نحن في اللغة الإنجليزية ما بصير تقول، ما فينا يعني نكتب شهر محرم إنه هو forbidden. أنا أقول لك بس المعنى الحرفي، يعني شهر محرم في اللغة الإنجليزية بتكتبه مثل ما هو. كيف مثلا نقول رمضان محرم، الأسماء ما بتتغير. So محرم is one of the sacred months in Islam. بتمنى أسمع منكم وصل يعني وجهة نظركم بالنسبة للسيغنيفيكنس، المعنى هذا الشهر الفضيل. شكراً لكم، and I look forward to your answers. And please try and write your answers in English. يعني حاول تكتب إجابتك في اللغة الإنجليزية، لأنه هدف هاي الصفحة هو اللغة الإنجليزية، ولكن نحن دوماً بنحاول إنه نشوف أشياء من حياتنا الواقعية. السلام عليكم، سعد أيامكم جميعاً.